الفنانة هيام يونس لمن لا يعرفها ولدت بضيعة تنورين في شمال لبنان، وظهر نبوغها الفني وهي لا تزال طفلة في الرابعة من عمرها، عندما غنت لأول مرة للراحلة أم كلثوم غني لي شوي شوي، وفي سن السابعة تمثلت في الفيلم اللبناني إلى أين الذي وضع لبنان على الخارطة السينمائية في العالم، وحاز على جوائز في مهرجان كان السينمائي. لقبت هيام بإعجوبة القرن العشرين لما أظهرته من صوت جميل وحضور أمام الكاميرا. كما تعلمت هيام في مصر أصول الموسيقى والمقامات العربية والعزف على آلة العود على يد الموسيقار سليم الحلو وهي في السابعة من عمرها، كما حصدت العديد من الألقاب ومنها نجمة الشرق حين بيعت إحدى أغنياتها مليون نسخة، ثم مطربة القصائد فالمطربة المثقفة، وقد وصفها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بصاحبة أخطر إحساس، ولقبها النقاد بالجامعة العربية الفنية لغنائها بلهجات مختلفة الأقطار التي زارتها. ويعد من أشهر ما غنت هيام يونس على الإطلاق رائعة تعلق قلبي طفلة عربية، وهي أغنية لحنها لها الفنان السعودي طارق عبد الحكيم، أما كلماتها فمقتبسة من قصيد لامرؤ القيس، وأغنية ما باله لا يرحم وسمراء ورمت الفؤاد مليحة، سافر يا حبيبي وارجع، جدلي يا أم الجدايل جدلي، وإيش تنفع دمعات العين وغيرها. تلك المطربة بلغ رصيدها الفني العريق ما يزيد على 700 أغنية بلهجات متنوعة، إلى جانب عشرات الأعمال التلفزيونية الغنائية لمصلحة محطات لبنانية وسورية وأردنية وخليجية، ومؤخرا قدمت حفلا غنائيا ضخما بمهرجان الحمامات الدولي بتونس غنت فيه باقة من أشهر أغانيها. ولدت الفنانة اللبنانية هيام يونس في 28 من يناير عام 1948، شكلت مع عبده موسى ثنائيا ناجحا، وهي الأخت الصغرى للفنانة الاستعراضية نزهة يونس، وهي عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.